إجراءات استثنائية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الغير أجراء الذين تعذر عنهم تسديد اشتراكاتهم بتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، وتندرج هذه التدابير في إطار مساعي الدولة في مرافقتهم من خلال إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات في إطار التقرب من جميع المتعاملين الاقتصاديين بغرض منحهم التوجيهات ومرافقتهم في سبيل شرح وتوجيههم لما تضمنه الأمر الرئاسي رقم 1221 الذي يدخل في إطار الإعفاءات الكلية بغرض إعطاء الدفع وإنعاش الاقتصاد الوطني. اتخذت كاسنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بورقلة كل التدابير والإجراءات من أجل تمكين ما يقارب عدد المستهدفين لغير الأجراء الذي يقارب حوالي 9500 مستهدف. استحسن أصحاب المؤسسات الاقتصادية هذه الإجراءات والصياغة المتاحة لتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي. عيطوا لي جماعة هنا باش نجي نخلص الاشتراكات تاعي ونستفيد من إعفاء من زيادة التأخير، والحمد لله يا ربي ورانا معها إن شاء الله. هذه مليحة، هذا يعني تتخفف علينا يعني الأعباء، وإنما لاكازنوس ما يعطوناش لا ميزاجور كي ندفع ندير معاهم التقسيط ما يعطوناش لا ميزاجور، هنا لا ميزاجور لأننا نتعاملوا بها. تندرج هذه الخطوة في إطار التسهيلات الممنوحة للمشاركين، ناهيك عن المنصة الرقمية التي وضعت تحت تصرفهم تضمن لهم القيام بالتزاماتهم دون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق